هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم، أسعد الله صباحكم عن جديد. وصلنا الآن لآخر فقرة من برنامجنا، برنامج جوك. أكيد يعني الكل عم بشوف عودة دفء الأجواء اللي كانت مبارح، وبنفس الوقت عودة برود الأجواء اللي صارت مبارح. عشان نعرف أكثر عن تفاصيل يعني الطقس لليوم ولا الأيام القادمة، اسمحوا لنا نرحب يعني للمرة الألف بجوز بالمدير التنفيذي لموقع ومركز طقس العرب، محمد الشاكر. محمد، صباح الخير. صباح الخير أسامة، يعطيك العافية. يعني محمد، أنت زي ما شايفني بجوز لابس نصكم، فالبيوت شوي ها بلشت أتوقع ترجع شوي جوا البيت الدفي، بلشنا نقدر نخفف أواعي خلال النهار. هلا هذا الحكي هل هو راح يكون مستمر معانا؟ هل هو الطابع اللي راح يغلب على الطقس؟ راح يكون عندنا يعني الايام القادمه اجواء شبه دافئه نهارا وبارده ليلا كالعاده؟ شو تفاصيل الطقس اكثر محمد مع خلال الايام القادمه واليوم؟ يعني اكيد اسامه، صباح الخير لك من جديد، جميع الاخوه المشاهدين ايضا. بالتاكيد الاجواء في شهر اذار، شهر ثلاثة، هي أجواء دائماً تتسم بالتقلب، وهذا العام التقلب كبير جداً على الأجواء نظراً لزيادة نشاط المنخفضات الجوية الخماسينية. خلال أقل من فترة أسبوع تأثرنا بمنخفضين جويين خماسينيين، الأول كان يوم الأربعاء الماضي والآخر هو يوم أمس. في كلتا الحالتين ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير ولافت، وتبع ذلك انخفاضات. طبعاً تختلف المنخفضات الخماسينية من منخفض إلى آخر. مثلا منخفض يوم الأربعاء يعني كان متبوع باندفاع كبير لكتلة هوائية باردة وأمطار كانت ذات كميات مرتفعة، وهذا منخفض الجو الخماسيني متبوع أيضا بكتلة هوائية ذات درجة حرارة أقل ويعني أكثر برودة من التي كانت يوم أمس، ولكن ليست بحدة مثلا يوم الخميس والجمعة. ولذلك أسامة اليوم مثلا في العاصمة عمان تهبط درجة حرارة العظمى إلى 17 درجة مئوية، بعد ما سجلت يوم أمس تقريبا أعلى من 22، يعني حوالي هناك ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية هبوط في درجات حرارة اليوم. الطقس أو درجات حرارة اليوم هي نستطيع القول بأنها تقريبا يعني حول إلى أعلى بقليل مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت العام من درجات الحرارة. معدل درجة حرارة الآن في العاصمة عمان حوالي 16 درجة مئوية، المعدل يؤخذ لهذا اليوم خلال آخر 30 عاما في منطقة العاصمة عمان، وبالتالي كان تقريبا المعدل 16 درجة مئوية. هناك ظهور استمرار ظهور بعض الغيوم المتفرقة، احتمال ضعيف جدا موجود ولكنه ضعيف، لهطول زخات محلية خفيفة من الأمطار في أقصى المنطقة الشمالية من المملكة. هذا بالنسبة يعني للأجواء في العاصمة عمان. فيما إذا ذهبنا إلى باقي محافظات المملكة واستعرضنا بها درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى القادمة، فنجد أن أربدنا في اليوم 17 إلى 8 مع فرصة كما ذكرت لك ضعيفة جدا لبعض الزخات المحلية من الأمطار في المنطقة الشمالية. كذلك أمر في جرش والعظمى 18 إلى 9 درجات، في عجلون من 17 إلى 8، وفي المفرق اليوم من 18 إلى 7 درجات مئوية. مناطق الوسطى في المملكة مثل العاصمة عمان 17 إلى 8، السلط 18 إلى 10 درجات، وفي الزرقاء من 19 إلى 9، في مأدبة من 17 إلى 10. نجد أن البحر الميت، الأجواء عموما في الأغوار والبحر الميت وحتى في خليج العقبة سنشهد بعد قليل، هي أجواء يعني أكثر اعتدالا، ربما نستطيع القول أنها أشبه بالربيعية. درجة حرارة العظمى في البحر الميت 25 درجة مئوية اليوم نهارا، والصغرى الليلة القادمة 18 درجة مئوية. إذا انتقلنا للمناطق الجنوبية نجد أن الكرك 16 إلى 10 درجات، الطفيل 17 إلى 10، معان ترتفع إلى 22 درجة مئوية في ساعة النهار، ولكن في ساعة الليل 8 درجات، وبالتالي ما زالت الصحراء والبادية باردة في ساعات الليل. في جبال الأشرار من 16 إلى 9 درجات، أما في خليج العقبة ترتفع العظمى اليوم إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تكون الصغرى الليل حوالي 15 درجة مع أجواء تقريبا مشمسة في هذه في مدينة العقبة ودرجات حرارة كما ذكرنا قبل الربيعية. شرقا في منطقة أرويشد العظمى 26 والصغرى 7 درجات، لكن هناك نشاط للرياح متوقع في المنطقة الشرقية مما يثير الأتربة والرمال هناك، وأيضا تباين حراري كبير ما بين ساعات النهار 26 في أرويشد، نتكلم عن 7 درجات في ساعة الليل القادمة، نلاحظ أن الفرق شاسع جدا
في درجات الحرارة ما بين ساعات النهار وساعات الليل. الصفاوي من 22 أيضا لست درجات، يعني الأجواء تكون في ساعات النهار في المنطقة الشرقية مشابهة للأغوار والعقبة، وفي ساعات الليل كأنها في مرتفعات جبلية، وفي الأزرق من 23 درجة في ساعات النهار والصغرى 7 درجات مئوية. باختصار أن درجات الحرارة في ساعات نهار هذا اليوم الطقس يكون ما إلا البرودة، يعني ممكن القول بهذا الشكل، لكن في ساعات الليل في المملكة الأجواء باردة تستدعي لبس ملابس أكثر يعني ثقلا مما هو كان عليه الحال خلال اليومين الماضيين، وهذا طبيعي طبعا في شهر أذار هذه التقلبات الجوية. إذا أخذنا توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة كيف تستبدو عليه الأحوال الجوية، فنجد أن يوم الأربعاء 17 نهارا يعني مشابه تقريبا اليوم والصغرى 8 درجات مئوية. المزيد من انخفاض متوقع درجات حر يوم الخميس، تصل العظمى إلى 14 درجة مئوية، بالتالي تصبح درجات حرارة دون المعدلات المعتادة. الطقس بارد نسبي بشكل عام في ساعات النهار، رح نشعر أنه طقس بارد بشكل عام يعني نهارا بالرغم من سطوع الشمس، وليلة 6 درجات مئوية ليلة الخميس على الجمعة الطقس بارد أيضا، بالتالي لا يمكن مثلا الجلوس في الخارج أو في الشرفات في ظل هذه يعني الحظر الموجود. ويوم الجمعة في يوم الحظر درجة حرارة 15 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء حتى في ساعة النهار باردة لكنها مشمسة، يعني الطقس مشمس لكنه ليس دافئ بالقدر المطلوب أو المناسب للجلوس في الخارج إلا ربما لوقت قصير في ساعات الظهيرة في بعض المناطق، ربما نستطيع الجلوس في الخارج لكن أوقات قصيرة هناك نسمة باردة ستكون في الأجواء. ليلا درجة حرارة 10 درجات مئوية، تتحسن الأجواء في ساعات ليلة الجمعة على السبت، أما ستكون عليه خميس على الجمعة، خميس على الجمعة 6 درجات، هناك ما زال تداول داخلي انه ربما يكون في صقيع في بعض المناطق، ولكن جمعه على سبت 10 درجات مئويه والاجواء اكثر دفئا ان شاء الله. 100% محمد الله يعطيك العافيه، ولكن سؤالي هون اللي بدي اوجه لك اياه، هل نقدر نحكم انه السيستم او النظام الجوي القادم حيكون على هاي الشاكله، يعني درجات حراره نوعا ما بارده بيوم من الايام ممكن ترتفع 4-5 درجات توصل 20 يوم ترجع تنخفض 15؟ هل هو بالطابع اللي حيكمل فيه باقي شهر أذار، ولا في مثلا ممكن يكون منخفضات جوية قادمة مش خماسينية، خلينا نحكي منخفضات شتوية قادمة، هل بنقدر نحكم انه خلاص دخلنا احنا ببداية الربيع مثلا، بنقدر نحكي انه انتهت المنخفضات الجوية بشكل صريح، ولا لسه امامنا فرص محمد؟ باعتقادي أسامة بشكل عام يعني نهاية شهر أذار وحتى بدايات شهر أربعة تشهد نشاطا لافتا جدا للمنخفضات الجوية الخماسينية على وجه التحديد. فالمنخفضات الجوية الخماسينية هي سيدة الموقف في الفترة المقبلة، هي نشاطها أكثر مما هو معتاد، نتوقع بجوز ربما أكثر من 3-5 منخفضات خلال 3 أسابيع القادمة تتأثر بها المملكة من ناحية المنخفضات الجوية الخماسينية. هذا الأمر يفرض طابع يعني لازم انه احنا نكون عارفينه، التقلب الشديد في الاجواء الذي قد يكون فوق العاده خلال الفتره المقبله ما بين ايام قد تصل الى حد انها تكون حاره الى ايام قد تصل انها حد شديده البروده. الان واضح ايضا على الجانب الاخر انه ما زالت الكتل الهوائيه البارده نشطه جدا ايضا في القاره الاوروبيه، وبالتالي لا نستبعد انه بعض من تلك المنخفضات الجويه الخماسينيه تستنشق خلال الفتره المقبله ان تكون متبوعه بكتل هوائيه بارده شتويه تعمل على تحول المنخفضات الجويه الخماسينيه من منخفضات خماسينيه الى منخفضات شتويه قد حتى ربما تكون مصنفه خلال الفتره المقبله. وبالتالي لا نستطيع حتى اللحظه القول ان فصل الربيع قد دخل تماما وان درجات الحراره ارتفعت وصلت الى مستويات ربيعيه، ولا نستطيع القول ان فصل الشتاء ما زال موجود بكامل حذافيره وتفاصيله والأجواء الباردة. هناك تقلبات بين الطقس ربيعي في أيام معينة وطقس شتوي في أيام أخرى. يعني أنا ما بقدر أقول لك أنه مثلا شهر أذار الحالي في أشهر في سنوات ماضية لشهر أذار خلاص بيكون مثلا مع مرور منتصف شهر أذار أصبح درجات حرارة ربيعية وأصبح الرجوع إلى درجات حرارة منخفضة ضعيف، لا ما بنقدر نحكي هذا الأمر في هذا الشهر. هناك واضح أنه في كتل باردة في أوروبا قريبا ما زالت من المنطقة قد تندفع وتؤدي لعودة درجات حرارة لمستويات شتوية. على العكس أيضا لا نستطيع القول بأن فصل الشتاء هذا العام متأخر وما زال هناك العديد من المنخفضات الجوية ويعني تتابع في الأجواء الباردة، بالعكس شهدنا عم ترتفع درجات حرارة لمستويات 20 في أكثر من مناسبة خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، وبالتالي الشهر باختصار متقلب للغاية ما بين أجواء شتوية في أيام معينة وأجواء أخرى، وعنوانها الأبرز نشاط المنخفضات الجوية الخماسينية
الذي يكون فوق العادة هذا العام بمشيئة الله تعالى. 100% محمد، الله يعطيك العافية. بدي أشكرك، أشكر وجودك الصباحي الدائم معنا على الهواء مباشرة. يعني إذن زي ما شاهدنا مشاهدينا الأعزاء مع الزميل محمد الشاكر، طقس لليوم والطقس للثلاث أيام القادمة. بس أنا كمان يعني بدي أستغل وجود محمد عشان برضو كمان نحذر الإخوة المشاهدين والمواطنين إنه التقلب على درجات الحرارة ما بين النهار ما بين الليل تقلب أو انقلاب جذري. يعني إحنا الصبح بنحكي عن 14 و15 و16 وممكن توصل ل 20 ببعض الأيام، ولكن الهبوط الحاد بدرجات الحرارة خليها 10 و11 وممكن أقل من 10 درجات كمان، فهذا بيعمل على إحساس البرودة. فهون بلزم الواحد يكون معاه جاكيت مثلا بسيارته، بلزم يكون في عنده إذا كان في عنده مشاوير ليلية طبعا لطبيعة شغله أو لأي سبب معين أنه برضه كمان يدفي حاله. فشكرا محمد مرة ثانية، يعطيك ألف عافية. وأكيد أهلا، وأكيد مشاهدينا الأعزاء بدنا نشكر وجودكم معنا ومتابعتكم لنا ببرنامج جوك لحلقة اليوم، بتكون هيك انتهت مع الزميل محمد الشاكر. شكرا لكل من تابعنا وشكرا لكل من شاهد فقراتنا. ويعني بالنهاية بدي أشكر سعاد الرطروط وأريج الدجاني من المتابعة والتنسيق والإعداد، وشكر لكل من تابعنا. وبالنهاية النصيحة اللي بنوجهها دائما وبصير أوجهها من جديد، تكمموا وتباعدوا وحافظوا على صحتكم، وإن شاء الله يا رب يعني الله يديم عليكم صحتكم وصحة أهليكم جميعا. الوضع الوبائي ما زال حرج وما زلنا بنشهد ارتفاعات قياسية في الأرقام، عشان هيك رجاء ندير بالنا على صحتنا حاليا اللي بإيدنا، خصوصا الناس اللي ما أخذت اللقاح. الحل الوحيد اللي بإيدنا هو الكمامة والتباعد والحد من الزيارات. اللهم سلمنا وسلم وطننا واجعله دائما بألف خير، وإن شاء الله يا رب نهاركم ويومكم يكمل على كل خير. كنت معكم أنا أسامة الجيتاوي من مركز طقس العرب، الله يعطيكم ألف عافية، الله معكم.